We'll be right back.
الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجمل تحية مني، محدثكم حامد كميل، يسعدني أن أكون معكم وهذا اللقاء. وقطبي الكرة الكويتية العربي يستضيف القادسية في الجولة الثالثة لدوري أندية الدرجة الممتازة لهذا الموسم. والموسم هذا بدأ الفريقان الحقيقة بكأس السوبر، واللي طبعا حققها العربي بفوزه على القادسية. لكن اليوم تختلف الأمور، اليوم دوري وفي ثلاث نقاط وفي بطولة. والتحية أيضا لزملاء داخل الاستديو الزميل محمد بقريس وضيوفه الأعزاء الكابتن صالح العصفور وعبيد الشمري، وأيضا التحية لكل الأحبة المشاهدين في أنحاء الوطن العربي الكبير. الكباتنة علي مقصيد مع أيضا نواف المطيري وإدراء القرعة وطاقم التحكيم اللي أمامك اليوم سيقود المباراة، منال التوفيق، حمد أبو جروة، يساعده طبعا عبد الله مراد، محمد العنزي، والرابع مبارك شعيب. القادسية باللون الأصفر اللي أمامك عزيزي المشاهد، والعربي طبعا باللون الأخضر المعروف. والعربي يلعب بنقطتين، والقادسية يلعب بالست النقاط للعلامة الكاملة. هنا الكرواتي رادان صاحب 49 سنة والذي حقق مع القادسية الدوري وأيضا حقق كأس الأمير الغالية، بينما هذا المدرب البرتغالي روماو الذي حقق مع العربي كأس سمو ولي العهد حفظه الله الموسم الماضي، وبدأ المشوار بفوزه بكأس السوبر على القادسية كأول بطولة يحققها هذا الموسم. لكن فلنعطي التشكيلة، والتشكيلة اللي نبدأ فيها بالضيوف على العربي أكيد نادي القادسية. اليوم في حراسة المرمى أحمد الفضلي، في خط الدفاع بيلعب من جهة اليمين عامر المعتوق، مساعد لدى محمد راشد وضاري سعيد. صافرة البداية من الحكم الدولي أحمد بوجروان، إن شاء الله دول إن شاء الله. ضاري سعيد، فهد الأنصاري، كيتا وداريو جيرك ونواف المطيري، بدر مطوع، عمر السومة في المقدمة. العربي بتشكيلته أيضا خالد الرشيدي، محمد فريح، سيد محمد عدنان، أحمد عبد الغفور، علي مقصيد، وعبد القادر فول، طلال نايف، عبد الله شمالي، حسين الموسوي، عبد العزيز سليمي، أحمد هايل الأردني في المقدمة. داية سريعة وكرة الأنصاري، حاول يتحبها طوع على طول، مساعد لعامر، عامر المحتوق يلعب كمدافع أيسر وضاري كمدافع أيمن بالنسبة للقادسية، إنه تواجد مساعد ومحمد راشد أيضا كغلبي للدفاع. وكرة ملعوبة على طول، اللعب ترجع وراء أحمد عبد الغفور، أحمد عبد الغفور يلعب كرة طويلة، العربي بيبدأ على العيس سليمي هناك وحسين الموسوي. على فكرة العربي يلعب بنفس التشكيلة اللي لعب فيها في نهائي كأس السوبر بالتأكيد، لكن القادسية طبعا عنده تغييرات وعنده تبديلات كثيرة اليوم في المباراة. مقطوعة من عامر المحتوك، تعود الأنصاري بعدها على طول باتجاه اللاعب الكرواتي داريو جيرك. داريو هو من يكون في وسط الملعب، كرة أغرب إلى أحمد الفضلي ليحرس مرمى نادي القادسية اليوم بغياب نواف الخالدي بطرده في المباراة الأخيرة، وهذا اللي نحن نتكلم عنه. اللاعبين المنتخب أنتوا الكبار وأنتوا الغدوة للصغار، دائما لابد أنك يعني تعرف وتركز وما يخرج منك كلام ولا يعني أي خطأ حتى تكلفك الكثير. الأنصاري، داريو، عمر ستوما طبعا السوري، وداريو وكيتا، ويعني الكل لما تطالع الاسماء الحقيقه كيتا في وسط الملعب، اللاعب صاحب الحركه، صاحب المجهود، صاحب الطاقه، صاحب يعني امكانيات عاليه في النص الحقيقه. الانصاري كره معه الى كيتا، الى داريو،
داريو في الوسط، داريو كرواتي طبعا المدرب هو المختار اكيد. قادسية بفوز على السالمية 3-1 وعلى النصر بهدف مقابل لا شيء، بينما الاخضر العربي بتعادل مع الكويت 2-2 ومع الجهرة 1-1 بالسلامة. يبدو ان في هناك لاعب من العربي على الارسلامات، بيقوم حكم المباراة يتجه له والكاميرا متواجدة على عبد القادر فال السنغالي، اللاعب الحقيقة اللي ابدع وتألق مع العربي الموسم الماضي، رغم ان الموسم اللي قبله كان مصاب وعاد بقوة واخذ وضعه كافضل المحترفين حقيقة المتواجدين في الاندية الكويتية حاليا. رمية التماس، الموسوي بيلعب رمية التماس من جهة يمين، اغرب لحارس المرمى احمد الفضلي. احمد الفضلي يعني حتى غضبي الكرة الكويتية اليوم في ختام الجولة الثالثة، فحتى المنافسة بينهم شديدة. سيد محمد عدنان البحريني اللي يلعب الموسم الأول، وهنا إلي أحمد هايل بيحاول يحصلها، هايل كرة معاه وبيمر، ولكن برا الملعب إلى أول ركنية. أول ركنية تبدأ للعربي، أحمد هايل الأردني اللي انطلق بالكرة وحاول يلعب له كرة لكن هو تركها مع الدقيقة 4. مع الدقيقة 4 اللعبة تشوف هذه الكرة لما تركها من مساعد عنده خبرته أيضا لاعب الأردني حقيقة وإمكانياته أيضا طيبة، مواليد 83. والركنية للعربي، علي مقصيد متخصص في العبر الركنية لكن تبعد على طول عن مساعد ولا زالت خطيرة عبد القادر فال، كيتا يبعدها وتعود للعربي الغاطية الآن يبدأ هجمة ضرب النص لكن الصافرة والخطأ لنادي الغاطية. يعني الأصفر والأخضر اليوم على أستاذ صباح السالم بالنادي العربي في القسم الأول من دوري أندية الدرجة الممتازة. سامعين الجمهورين، جمهور العربي وجمهور الغاطية، خلكم معاهم ثواني شوية. عامر، عامر السومة بيشوت، الله كرة حلوة، بداية للغاطية، بداية خطيرة للغاطية في الدقيقة 5. عامر المحتوق بيرسل كرة بينية، شوف من بين مدافعين العربي والسومة بشماله جنب الغام الأيسر برا الملعب إلى ضربة مرمى. كرة شوف عامر وين وصل، وين لعب كرة حلوة، وأيضا على طول ما تأخر عمر السومة لكن تنتهي الآن اللي محمد راجد هايل حصلها. أحمد هايل خطير خطير خطير، العرضية جول، الله 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 على جمالية المباراة من بدايتها. أحمد هايل هايل في اللعبة الماضية للعربي، وكرة ملعوبة خطيرة وتضيع الفرصة على العربي، فرصة على للعربي ضايعة، كان ممكن منها هدف. شوف شوف أحمد هايل، مرور مرور سهل جدا لعبها عبد القادر بشماله، لكن أقول برافو للفضلي، برافو للفضلي لأنه هو اللي أنقذ الغاتسية من هدف، مر من مساعد بسهولة ولعبها لعبد القادر فال، والفضلي يشيلها لأن عبد القادر فال لعبها سهلة أيضا، لو غوية ما يقدر عليها ولا يلام عليها أحمد الفضلي، لكن برافو الفضلي. والمباراة عطتنا صورة انها بادية قوية، رد سريع على الغاتسية من كرة السومة، ردوا عليها لهذا السنغالي ايضا اللي لعبها لكن صادها حارس المرمى وابعدها احمد الفضلي. شوف شوف اصعب كرة اخطر كرة في الدقيقة 5، دقيقة 5 ايضا فال، لكن لكن الفضلي يبعدها، الفضلي يبعدها، كرة ملعوبة الآن السومة، إذن في كرة دقيقة 4 خارج الملعب، لكن العربي رد أقوى من اللعبة، فعلا كانت لعبة جميلة خاصة للأردني أحمد هايل اللي تصرف بحكمة بالكرة، والآن ملعوبة الغاطية يحاول لكن تنشال وتبعد. حسين الموسوي المتراجع وشكله يعرج، شكله في الملعب يعرج. هجمة الآن عبد القادر فال لأحمد هايل، هايل بيحاول مع كرة عامر ما يتركها المحتوب، ترجع لكيتا،
سريعة المباراة وحلوة المباراة، وإذا كان العربي والغاتية فالمباراة تكون أحلى وأحلى وأجمل بجمهورها، بكل من يتابعها عبر الشاشة دائما وعبر الرياضية الكويتية في أنحاء الوطن العربي الكبير، لهذا الجمهور المخلص الحقيقة ما بين جمهور العربي وجمهور الغاتية اللي عطاها حلاوة زيادة، حلاوة أكثر. عاد والله الجو رطوبة، لكن اللاعبين الحمد لله قاعد يعدون، ولا أدري إنه راح يأثر عليهم الجو بالتأكيد، إن الهواء شوية واقف أبداً ما في حركة، لكن قدها وقدود العربي والغاتسية. ويقول طلال الحيدر يقول إحنا مأثر علينا أبو كميل فما بالك اللاعبين، لا لا تو الناس عليهم، بعدين هم يتمرنون إحنا ما نتمرن، ناكل وننام إحنا على العموم والمحترفين. والآن الدور يعني المحافظة على الجسم أكيد للاعب اللي يبرز لابد أن يكون عنده نظام معين. ملعوبة مقطوعة، سليبي، طلال، طاح الأنصاري، نواف المطيري، المطيري أرضية مع الأنصاري، هاتوا خذ حلوة لبدر مطوع. إذن بدر يظهر الآن مع دقيقة 8 للغاتية، وخطير لو مر لعب كرة إلى نواف المطيري الأنصاري، أنصاري كرة معه، هدى اللعب لأن سوما مراقب، تركها نواف المطيري، بدر رجع وقدم عامر المعتوق في اليسار يلعب بينية لداريو، لكن برا الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى يعني اتوقع يعني العربي والقادسية يعني خلاص الكل يتمنى أن يشاهد الأخضر والأصفر دائما، ومتى ما كان تألق العربي والقادسية والكويت وكاظمة السالمية ومع احترامي لأنديتنا الأخرى لابد أن تكون بالمنافسة القوية حتى تعطي المنتخب الكويتي الحيوية من جديد. مقصيد يرسل كرة أمامية، ساعد بيقطعها، سلمها باللص الأنصاري، والأنصاري إلى نواف المطيري، ومطيري كرة معاه بيرسل طويلة ناحية بدر، هناك ماخذ مكان حلو، بدر مطوع كرة معاه والبحريني واقف له ويحاول يمر بدر، كرة حلوة مر بدر، بيلعب البينية بدر، لكن تأخر معاه، تأخر معاه سوما، عمر السوما، والكرة برا الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، 10 دقائق أولى، بداية تبشر بالخير الحقيقة لدوري أندية الدرجة الممتازة هذا الموسم، خاصة من الكبار ومن العيار الثقيل، العربي صاحب 16 بطولة والغاتسية صاحب 15 بطولة، يعني يا الزعيم الغاتسية يبيله بطولة ويصير معاك يوصل لك في الدوري، وانت اللي ابتعدت عن الدوري يعني كثيرا، لكن بغيت في بطولات الكاس، كاس الأمير الغالية وكاس سمو ولي العهد حفظ الله دائما. وعلى العموم قسم أول بدايته قوية وجميلة، وجمهور أيضا يحترم ويقدر رغم أن جماهير العربي والغاتسية أكثر من الموجودة حاليا بالتأكيد في استاد صباح السالم بالنادي العربي. ساعد سيد محمد عدنان، طلال نايف، آل عبد العزيز السليمي، علي مقصيد جهة اليسار، أسماء موجودة كثيرة أيضا ممكن يستفيد منها المدربان، ولكن الأمور بالبداية. علي مقصيد يرسل راية وتسلل على الموسوي، الراية والتسلل من عبد الله مراد، من عبد الله مراد، لحظة لعب الكرة، إذن هو خلف المدافعين واضحة، مشكور يا عبد الله، مشكور يا مخرجنا حسين بومجداد، ومشكور يا مصورنا اللي تتابع دائما اللعبات الخطيرة واللي فيها صعوبة أحيانا على المشاهد لما يتأكد منها. كيتا ملعوبة، بدر تراجع ورا، حاول يلعب كرة، حضار هناك داريو، داريو، طلال شيلها بخبرته، طلال نايف حصل الكرة تضرب في داريو وتعود برا الملعب إلى رمية تماس للعربي، إذا رمية تماس للعربي، علي مقصيد في الجهة اليسرى، لاعب الحقيقة اللي تألق أمام نادي الكويت، سجل أحد الأهداف الجميلة جدا تبقى في الدوري الكويتي، كرة ثابتة. وهنا المحاولة، محمد فريح الدولي في العربي يتقدم الآن ويلعب، هاتو خذ معه هايل، أحمد هايل راح يشوت، شايت لكن بعيد الفضلي، شايت بعيد الفضلي،
احمد هايل ايضا يلعب له كره، وهنا صافره والخطا على شمالي ملعوبه على طول. كيتا غير على اليسار، داريو بالخطا، داريو حسليمي رجع ورا سيد محمد عدنان. ايضا هي مباراه بين يعني الكرواتي رادان والبرتغالي رومو، مباراه اخرى خارج الملعب بالتكتيك وبالفن وبالاداء، لكن رادان واقف في المنطقه الفنيه بينما رومو قاعد قعدته المعروفه، قاعد. وهذه كره خطيره للعربي، مرور مرور اول خطيره ملعوبه لكنها برا الملعب، ركنيه. اذا الركنيه الثانيه للعربي الان مع الدقيقه 13. العربي يصل اكثر لمرمى الغاتسيه، والكره الاخطر هي كره عبد القادر فال اللي يلعبها عبد القادر فال لما لعب كره. والعموم الركنيه ملعوبه خطيره، لكن طبعا الراج ترجع مره ثانيه. عبد الله الشمالي بيلعب له كره، وين مساعد وحارس المرمى حصلها احمد الفضلي، تعلق في كره فال، وهذه كره ملعوبه للغاتسيه مقطوعه. يا سلام يا سلام، حلو كره الحقيقه، بيقطعها بمجهود طيب طبعا عبد الله الشمالي، لكن تبغى للغاتسيه جهه اليمين. غاتسيه بدر مطوع المهاره والخبره موجوده، علي مقصيد خبره ايضا الاخر، رجعها ورا داريو في الوسط، كيتا يبحث عن لاعب يلف يمين يسار يلعبها ورا لضاري سعيد، ظهير الايمن يتركها لبدر، بدر يتقدم يلعب له كره لداريو، داريو رجع مره ثانيه بالخطا، ثاني كره داريو يخطئ فيها، والخطا غير مسموح اكيد في هالامور هذه مثل العربي والغاتسيه. الموسوي ناحيه عبد القادر فال طويله بيحصلها ولا لا، والتدخل الفدائيه موجوده من اللاعب عامر المحتوك، فدائيه ويشيل الكره يبعدها على طول من امام السنغالي عبد القادر. اللعب صفاره فيه، يبدو ان اللاعب احمد هايل على سلامات ان شاء الله، بيقول له قوم عبد القادر فال، يقول له خلنا نشوف اللعبه مع مساعد. على طول ملعوبه الان، سلامات ان شاء الله، قام ما في شيء بالسلامه. كره القدم لابد يكون فيها تلاحم، لابد يكون فيها ايضا يعني هفوات تاتي من الاخر، لكن اكيد من غير قصد. كره القادسيه والعربي الحقيقه يقدمون ربع ساعه اولى جميله، والوصول للدقيقه 16 الان. محمد راشد سوما بصدره، لكن من حقه علي مقصيد لطلال نايف، طلال نايف شمالي هايل الى فريح بيلعب كره بالخطا من محمد فريح، ترجع للشمالي، بدات الاخطاء من الفريقين يعني. وهذه كره محاوله عبد العزيز سليمي، بيسدد سيد محمد عدنان، يتقدم ويرسل كره لعلي مقصيد الظهير الايسر للعربي، يرجع فيها خلاص ضايقه بدر، وفعلا رجع ورا حتى ايضا يسحب فريق الغاتسيه الان. خالد وخالد الرشيدي، يعني الكرة وصلت أكثر لأحمد الفضلي من خالد الرشيدي حتى الآن، لكن لا تثق في كرة القدم، لا تثق، ما لها أمان، في لحظة ممكن اللي ما سجل يسجل. وهذه محاولة المطيري مقطوعة تبقى للعربي، وأيضا تعود الغاتسية مرة ثانية. مطيري هي الجهة اليمين، بدر عرضية وتمر، خالد الرشيدي خلي بالك مع العربي ما لنا شغل فيك، مع الازرق لا، بقول لك كلام كثير انت ونواف، فمثل هاللعبات ما تمر عليكم بهالسهوله هذه. اول كره توصل شالها بروحه، بعدها الانصاري قدم، هاي معاه داريو حلوه على اليسار، القادسيه الى عمرو المحتوق، محتوق بينزل للانصاري، انصاري نواف المطيري، الانصاري مره ثانيه
تغيير اللعب تماما داخل منطقة 18 ويتركها سيد محمد عدنان وعلي مقصيد إلى خارج الملعب ضربة مرمى. اللعبة في النص، عبد العزيز سليمي، سليمي يلف ويلعب لعلي مقصيد، مقصيد أرضية، عبد الله الشمالي، علي مقصيد شمالي يبحث عن لاعب والغاتية يلعب مان تمان، لا كل لاعب مع لاعب إلى محمد فريح، تغطية من نواف لكن فريح بيمر وبيلعب كرة خطيرة أقرب لحارس مرمى نادي الغاتية أحمد الفضلي. أحمد الفضلي بيلعب كرة جت لمين؟ ظهري سعيد، ظهرين بغيته يلعب قلب يلعب قلب، بغيته يلعب ظهير يلعب ظهير أيمن، وهذه ميزة مش بكل اللاعبين. محمد راشد يستفيد من هذه الميزة، وعامر المحتوق يستفيد من هذه الميزة، وأيضا حسين حاكم يستفيد من هذه الميزة. وهنا شوف محمد فريح بيقطع كرة يتركها لخالد الرشيدي، لخالد الرشيدي. علي مقصيد أيضا عند الميزتين يلعب وسط متقدم وأيضا ظهير أيسر، هو يلعب الآن ظهير أيسر. ممكن بالتبديلات تكتيكات في شوط ثاني في المباراة ممكن. شمالي عبد العزيز سليمي العربي قدم من جهة اليسار وبيحاول عن طريق طبعا المدافع ظهري سعيد في الجهة اليمنى، يقطع كرة ويسلمها لبدر مطوع، بدر كرة مع بدر، السومة ما بين ثلاث مدافعين وبدر يتقدم ويكسب ملعب صح ويلعبها إلى داريو، ولكن سيد محمد عدنان يوديها صوب الجمهور هناك والجمهور المواجه هذا البحريني سيد محمد عدنان، لاعب إمكانياته طيبة الحقيقة، واحد من مواليد 83 لعب للمالكية حتى 2004 وطويل ما شاء الله عليه، ويجيد أكثر من 79 مباراة دولية وعنده 13 هدف دولي، رغم أنه مدافع ينطبق الحال على مساعد ندى أيضا في نادي الغاتسية ومنتخبنا الوطني بأهدافه وأيضا بعدد مبارياته الدولية. ملعوبة المحاولة الغاتسية، طيري طيري يرسل كرة داريو كده انقطع داريو والصافرة والخطأ الآن، صافرة مع خطأ خطأ الغاتسية من حكم مباراة. هذا جمهور العربي متواجد اليوم، جمهور العربي آخر 10 مواجهات بين قطبي الكرة الكويتية، 7 انتصارات للقادسية بينما 3 منهم للعربي، منهم نهائي الموسم الماضي وفي الدوري مرة العربي فاز، والثالثة في بداية الموسم هذا، وهذه كرة بعيدة من بدر ما في أحد أبدا، ويتعاتب مع كيتا يقول له ليش ما تقدم، كرة برا الملعب إلى ضربة مرمى، لكن 7 انتصارات للقادسية. ماذا يدور في الموسم هذا؟ فوز أول للعربي، هل يرد الغاتسية في هذه المباراة؟ هذا الدولي المعروف بدر مطوع، والورقة الرابحة بالتأكيد سواء كانت في الأصفر أو في الأزرق الكويتي. عبد الله الشمالي لاعب منتخبنا الوطني في النص، سلم لطلال أيضا الدولي المعروف، سيد محمد عدنان قدم، سيد محمد عدنان ويكسب ملعب، قطم مكانه الآن طلال نايف هو اللي رجع مدافع، سلمها لعلي مقصيد ورجع حتى يستلم المهمة، علي مقصيد شمالي بايلة غير راية هو اللي بيتقدم ويلعب بينية ما مقطوعة، حاول يقطعها ظاري لعبها إلى داريو، داريو هاي يتركه سليمي رجع ورع سيد محمد عدنان علي مقصيد، والله 22 دقيقة يمكن ما شاء الله عليهم الكرة في اللعب، وهذا اللي نبيه، خطأ واضح أيضا واعتذار من محمد راشد، خلي بالك محمد راشد خلي بالك يعتذر أيضا من زميله بدهايل، المدافع لا بد أنه يهدى لأنك أنت مدافع معاك مهاجم، وشوف الفاول والخطأ واحرص أنك ما تأخذ إنذار، لأن إذا أخذت إنذار تفكيرك راح يقل، أدائك راح يقل، راح تكون عندك أمور أخرى تفكر فيها. مقطوعة من الأنصاري بعد لعبة تفريح القصيرة لعبد القادر فال، قصيرة كانت
رمية تماس ملعوبة. الأردني أحمد هايل يبعدها على طول عامر المحتول، وأحمد عبد الغفور تلمس في السومة، والكرة خارج الملعب إلى رمية تماس للعرب. أحمد عبد الغفور الحقيقة اللي أثبت وجوده مع البحريني، وهذه الفرص فرصة تستغلها. يقول لك مدرب لما يشوف له لاعب أدى اللي عليه وشايف نظرته للملعب عدل، يقول لك خلاص اثبت حتى لو كان قصير. قصير طبعا أحمد عبد الغفور بيفرق عن طول. نقول سيد محمد عدنان لا تعصب يا نواف المطيري، هدي شوية معلش. شوف واضح بكرة مشتركة والإيد أيضا واضحة، ليش تعصب على الحكم والحكم هو صفر؟ صح يا نواف المطيري، أنت واحد من أبرز اللاعبين الموسم الماضي والحقيقة كنت نجم لنادي الغادسية. ملعوبة صافرة خطأ مع كرت أصفر أول، مع كرت أصفر أول. إذن انذار لطلال نايف، انذار طلال نايف. شوف الكرة، نعم تدخل في تهور شوية، وخلي الدقيقة 24، الدقيقة 24 على طلال نايف الدولي. دخول قوي مع زميله نواف المطيري، تلعب أمامية سريعة، السومة ينزل كرة لنواف المطيري، لانصاري كيتا معاه على طول عبد القادر فال ما يعطي فرصة. عامر المحتود يبحث عن لاعب وضايق الشمالي، رجعها ورا إلى مساعد، مساعد وين لحارس مرمى ما عنده حلول طبعا، ولا يعني بيتفلسف الكرة، لا هذه لما يخطفها منه فيها خطورة، ولذلك لعبها بتصرف سليم أيضا مساعد ندى لحارس مرمى. لانصاري محمد راشد بدر داريو ضاري داريو داريو بيعلي داريو، والصافرة مع خطأ على السومة. لو ما حسب عليه خطأ يعني يعتبره تحايل، فلذلك ياخذ انذار، فهو قال لك لا خلينا احط عليه خطأ وحكم مباراة هو الأغرب والأدرى، لأن لا تعمل انك تموي يعني او تخدع الحكم، لأن انت في يعني وضع الكرت الأصفر. خطأ للعربي. لا شوف اللعبة، شوف اللعبة يعني لما اللعبة سقوطة وحكم المباراة يقول خطأ على السومة، طبعا من غير التحايل ما اعتبر فيها، لو اعتبر التحايل فلا بد ما يأتي منها الكرت الأصفر، هو اعتبرها خطأ على عمر السومة. الخطأ الآن للعربي، خطأ للعربي. خطأ للعربي سيد محمد عدنان، سيد محمد عدنان شكله بيشوت، وبرافو مساعد، رغم ان الكرة قوية ومن شاته شالها براسه مساعد ندى، تعود للعربي اللي ضاغط من جهة اليسار علي مقصيد. سلامات سلامات، صح وقف اللعب، برافو برافو، سألنا كرة قوية الحقيقة يعني بدأ مساعد ويسقط على الأرض، هذه ما فيها تكبر، برافو. ريح وشوف نفسك وهدي بالك سيد عدنان، شايت على المرمى، شوف يوه على قوتها، يتصدى لها مساعد ندى بقتالية وبروح قتالية عن هاللون الأصفر اللي يحميه واللي يدافع عنه والأزرق مع الكويت. إذن رمية تماس راح يلعبونها الغادسية بنفس الروح الرياضية، وهذا اللي دائما موجود في العربي والغادسية، الروح العالية جدا، هذا اللي يعني نفتخر فيه دائما في ملاعبنا، لأنهم في النهاية كلهم أخوان، في النهاية كلهم أبناء بلد واحد، وطن واحد، لكن المنافسات الشريفة تبقى هي والرياضة الجميلة ما بين العربي والغادسية دائما. اليوم ختام الجولة الثالثة، ختام الجولة الثالثة، يعني أيضا هناك الكويت والجهرة، وبالمناسبة يعني نهني الكويت ونبارك له أيضا
وصوله للنصف نهائي في كأس الاتحاد الآسيوي. ومن هنا نوجه دعوة لجماهير العربي والغاتسية اللي موجودين الآن في استاد صباح السالم من نادي العربي وجماهير الأندية الأخرى، لا تتركون العميد بروحه لأنه هو يمثل الكويت ما يمثل نادي الكويت. سيد محمد عدنان خلفية بيستانس لها جمهور العربي. عبد العزيز سليمي، سليمي بيمر بيحاول يتقدم ويقول له لا ما فيها شيء، وصرخة جمهور العربي والحكم كان غريب معاهم، التفرج نفع قام من مكانه. لكن على العموم اللعبة عامر معتوق، معتوق بالخطأ محمد فريح وكرت أصفر الآن لعامر المعتوق. انذار، إذن الانذار يأتي دقيقة 28، انذار دقيقة 28. وانذار كان سابق لطلال نايف. شوف اللعبة أيضا خطيرة، نعم تدخل قوي على زميلة. شوف بيقوم سليمي بالسلامة، والكرت الأصفر من حكم المباراة حمد بجروة يديرها، والحمد لله بأداء رائع جدا. وأيضا الفريقين هم يقدمون للحكم دائما الشيء الطيب، لأن الأخلاق الموجودة والروح الرياضية العالية واللعب النظيف هذا هو اللي يجعل الحكم أكيد ناجح. عاد عليه أنه يبدع ويتألق في الأدفانتج، في الفرص، في ركلات الثابتة، في البلنتيات، في الأمور الثانية، وهو يتألق كحكم إذا أراد أن يتألق في لقاء يجمع خطبي الكرة الكويتية اليوم. مقصيد، مو سوي مقصيد، البينية مرة ثانية. عبد العزيز سليمي خطير، بيمر يلعب بينية، أحمد هايل بيحاول لكن في صافرة وفي خطأ فيها شد من أحمد هايل، لكن أيضا مساعد ما هو تارك معاه، مساعد ما معطيه فرصة. هذا عامر اللي محتوق اللي أخذ الإنذار الأصفر على لون فالينتا، هو قد ساوي وعطاه حكم مباراة حمد بوجروة إنذار بلونه. عبد العربي يقول لهم لون أخضر، لا لا هم أصفر، عطوا طلال نايف. كرة برا، ويعني الدخول على الدقيقة 30، شوط سريع ما في خلاف. العربي وصل فرصتين، راحوا على العربي مؤكدين، فرصة القادسية يعني كانت جنب القائم، عدا ذلك ممكن الأفضلية تكون للعربي في هذا الشوط أو في التقدير حتى دقيقة 30. والتأكيد موجود عند صالح العصفور وعبيد الشمري والزميل محمد بقريص في الاستديو التحليلي، بالتأكيد قاعدين يكتبون نقطة بنقطة ويشوفون منه اللعب أكثر أحسن مني أنا اللي أتابع المباراة مع الكرة فقط. وهما ما شاء الله يسجلون، ثلاثة موجودين. ملعوبة أنصاري، محمد راشد، داريو، بدر حصل بيلعبها على طول. عمر السومة بيحاول فيها، عمر السومة خطيرة لو حصلها مرة ثانية يتابع مرة أخرى وينزل كرة، هذه خطيرة الغاتية، لكن خلاص انتهت. وبدر رجعها ورا لضاري سعيد، بيعلي أو يلعب أرضية، ضاري يقطعها علي مقصيد برا الملعب إلى رمية تماس، برا الملعب إلى رمية تماس. هذا روما يعطي كلمة الجهاز الفني معاهم أول بأول وهو في المنطقة الفنية. عامر عيدة يا عامر المحتوق، حاول لأن الحلول وقفت في هجوم نادي الغاتسية، وبقي يعني عمر السومة مستسلما لدفاع النادي العربي من سيد محمد عدنان أو أحمد عبد الغفور، محمد فريح وعلي مقصيد الرباعي. لكن دفاع الغاتسية لا، في مناوشات من الموسوي، سليمي، أحمد هايل وأيضا عبد الغادر فال، يتركز فقط النص لطلال نايف عبد الله الشمالي في الارتكاز وقطع الكرات ومساندة الدفاع في النادي العربي. أحمد عبد الغفور ملعوبة، والمحاولة العربي غير على اليسار الآن، علي مقصيد طالت بيحاول يمر بيكمل ويحصل على الكرة، علي مقصيد، علي مقصيد بيتقدم بيلعب أرضية، شيلها الأنصار المتراجع، أنصاري يلعب سيد محمد عدنان، ويا سلام لف شمالي سلم كرة علي مقصيد، شمالي مرة ثانية، شمالي بينزل وين أقرب، خطيرة 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 خطيرة، لا زالت، والموسوي وهايل وغادر بال
ازعجهم علي مقصيد. وهذه كره ملعوبه طويله لكن تنشال تنشال. حلوه الحقيقه اللعبه وجميله خاصه من العربي جهه اليسار اكثر وملعوبه وكان هايل لكن سكر عليه الفضلي وضاعت الفرصه وضاعت الخطوره ايضا. صافره وخطا لطلال نايف مع هدوء من طلال نايف طبعا لانه عنده انذار. حصل على انذار في الدقيقه 24 من شوط المباراه الاول والدقيقه 28 انذار لعامر المحتوم من الغاتيه. والمباراه حتى الان حبايب 0-0 0-0. العربي تعادل في مباراتين مع الكويت 2-2 ومع الجهره 1-1 والغاتية بست نقاط بفوزه على السالمية 3-1 وعلى النصر بهدف مقابل لا شيء. ساعد يرسل طيري سيد محمد عدنان يشيلها ويبعدها خارج الملعب إلى رمية تماس. شوف اللعبة الخطيرة شوف شمالي والله نزل كرة فوتها عبد الغادر فال وهايل اللي جاي من الخلف ما كان أحد متوقع أبدا وطايقة وسكر على الزاوية وانتهت الهجمة وانتهت الخطورة. كيتا بمهارة عالية إلى داريو الكرواتي. داريو حاول داريو لعب له كرة أقرب لي محمد راشد. محمد راشد ساعد ندى لبدر بدر عمرو المحتوق يتركها لنواف المطيري المطيري لبدر مطوع بدر 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 سلم الانصاري مع داريو وسقوط بدر على الارض. نواف المطيري سلامات لبدر سلامات لبدر سلامات ان شاء الله مع شمالي وحديد. هذه الكرة اللي ضاعت على طبعا العربي اعتذر من زميله عبد الله الشمالي من بدر مطوع. هنا حقيقة توجيهات كانت صح لأحمد الفضلي اللي أبعد أخطر كرة في المباراة كانت من عبد الغادر فال. هذه الكرة المشتركة والتدخل شوف يعني لقطات يعطينا حسين بو مجداد حكم المباراة أيضا ياخذ ماي الآن والرطوبة واضحة على اللاعبين وطاقم التحكيم. روماو باللقطة الماضية اللي يقول له شنو تبي وضح لي أكثر حتى أكلم اللاعبين داخل أرضية الملعب. طيبة في الشوط الأول من المباراة 10 دقائق متبقية وهي فرصة اللاعب اللي يطيح هم اللاعبين يبون اللي بيريحون والله بيريحون الله يعطيهم الصحة. جماهير العربي مدرج على اليسار في المنصة على يسار المنصة لا فل على الآخر والحال ينطبق على جمهور الغاتسية أيضا في المنصة على جهة اليمين. سلام يعود تلعب لكيتا الأنصاري لضاري ضاري سعيد يرجع ورا داريو داريو ضاري حاول هاتوخ الضاري مع داريو وكرة الغاتسية رجعها ورا أنصاري غير اللعب لبدر أخذ يد يسار بدر مطوع والآن ينطلق له طبعا محمد فريح يمر بدر مر بدر بيلعب بينية لكن فريح بيقطعها عبد القادر فول وتدخل من كيتا شيله بعدها نواف المطيري شايط الله حلوة حلوة تسديدة قوية في الدقيقة 37 دقيقة 37 الشوط الأول تسديدة لنواف المطيري فوق العارضة لكنها كانت خطيرة فعلا فوق العارضة. هذا كيتا يعني هو الرعه في نادي الغاتسيه في النصر الحقيقي ولا قصور في الباقي لكن هو ما شاء الله شعله من النشاط ما بين الدفاع والهجوم ما
تقصيد احمد هايل يتقدم الاردني وكره معه يسلم لعبد القادر فارس السنغالي الشمالي مع هايل مقطوع مساعد طلال نايف على صدره يرجع ورا لاحمد عبد الغفور شمالي اعتذار من نسوم ايضا ورجع ورا شمالي الان محمد فريح ومعه مساعد عدها مساعد خارج الملعب الى رمية تماس عالية الصافرة مع خطأ هذا عبد الغادر فال افضل موسم قدمه الموسم الماضي من غير كلام وقدم مباراة كبيرة ايضا مع علي مقصيد امام العربي وحتى امام الجهر الامانة لله والآن يقدم مستوى طيب وهو كيتا في الوسط بالفريقين في خطأ والخطأ للعربي يقول رجع الكرة مكان حدوثه عمر السومة ما سمعته تأكيد يعني مرة واحدة في الكرة الأولى اللي لعبها على القائم الأيسر وبرا ليش؟ يقول ليش؟ لأنه هو وحيدا ما بين ثلاث مدافعين مش أربعة بقول ولذلك عطى المأمورية للعربي أنه هو يسيطر في الوسط أكثر ويلقي دور وفعالية الدوري السوري عمر السومة يحتاج له إلى لاعب آخر حتى يعمل ربكة في دفاع العربي مثل ما عاملين العربي أيضا ربكة في دفاع نادي الغاطسية خاصة أحمد هايل والسليمي وعبد الغادر فال والموسوي طويلة علي مقصيد يقطعها براسه سليمي يقطع يا سلام يبذل فيها مجهود قبل ما تطلع ويرجعها لزميله علي مقصيد اقرب في الدفاع سيد محمد عدنان البحريني قادم من الدوري الاسترالي وتحديدا مع فريق بريسبان روار لاعب كان نصيب افضل لاعب موسم 2009 في البحرين لعب ايضا مع الخوب 104 مباراه وسجل 37 هدف سيد محمد عدنان الانصاري مقطوعه عامر داريو هجمه الان للغاتسيه لعبها ناحيه عمر السومه وسيد محمد عدنان معاه ما يعطي فرصه شيلها برا الملعب الى رمية تماس الى رمية تماس عامل عاول حب الكرة إلى سليمي سليمي ما يترك بدر ياخذ الكرة على راحته ولكن هي طلعت صافرة على طول شيل الكرة إذن هذه الكرة طبعا هو خالد الرشيدي قول له قدم خلاص 41 دقيقة الآن 41 دقيقة وكرة نواف المطيري نواف نواف محمد فريح نواف يسكر عليه أدها يوصل لا كيتا كيتا مع عبد القادر فال عود له عامر مرة ثانية نواف المطيري طيري بيلعب كرة يا سلام شيلها الشمالي أحمد هايل اقرب مساعد يتركها للانصاري انصاري على اليمين انصاري ارضيه عامر المحجوب عامر يعلي ناحيه السومه حطها براسه سهله ورايه وتسلل ايضا يعني حتى المساعد محمد العنزي واقف مدافع يعتبر مع العربي لانه رفع عليه التسلل يعني السومه ما هو سالم لا من دفاع العربي ولا الحكم المساعد هناك محمد العنزي اللي رفع رايته طبعا بقراره سليم حتى الان التعادل سلبي 0-0 وهذا خطير والخطير
خطورة ان في حارس رائع جدا احمد الفضلي ايضا بيشيل كرة بيشيل كرة يعني فعلا يسد مكان زميله نواف الخالدي القائم عن هذه المباراة. تأكيد تأكيد او لكن برا الملعب الرمية شوف 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 اللاعب مرة ثانية من علي مقصيد وعبد الغادر فال والرأسية والحركة التلفزيونية اقول لي احمد الفضلي هذا الفضلي افضل العربي الشوط الاول افضل هذا واقع قادسية ما شفنا خطرة تسجل بمعنى الخطورة موسوي يرجع ورا عبد العزيز السليمي سليمي عبد الغادر فال يشارك في كل اللعبات الحقيقة واغرب لحارس المرمى احمد الفضلي الموفق في الشوط الاول تماما موفق في الشوط الاول تماما في ثلاث كور تقريبا نواف سلم الى كيتا بدر بدر داريو الوعي اليمين لغاتية الان ضاري ضاري بيعلي كرة بعيدة عن الجميع واخيرا برا الملعب الى رمية تماس ضاري سعيد شايفين الحرق على اللاعب شلنا متسبح وياي الطوبة شمالي عيدها لخالد الرشيدي دخول على الحدود 44 علي مقصيد مقصيد بيعلي علي مقصيد بيبعدها عامر المحجوب رمية تماس عيدها لنا رمية تماس شمالي للغادر حصلها خطيرة شايت الله الله على اللعبة ولا زالت خطيرة ولكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى الدقيقة 44 الأردني أحمد هايل يجرح الغائم الأيمن يجرح الغائم الأيمن شوف 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 لف وسدد غوية الله الغائم اللي وقف مع صديقه يعتبر أحمد الفضلي شايف شوف 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 أحمد هايل هايل في الكرة هذه لكن ما عندك حظ ناقصك الحظ ممكن قلت لك كان ممكن يكون جول الحظ يقف مع القادسية بالتأكيد في هذه اللقطة والآن دقيقة كوقت بدل ضايع دقيقة وقت بدل ضايع دليل على ان لما تكلمنا المباراة واللعب داخل الملعب صح ما في تأخير ما في لعب برا والدقيقة اللي اعطاها حكم المباراة حمد بجروة العربي افضل والشوط الاول في الدقيقة 44 كان ممكن يسجل هدف الاول عن طريق الاردني احمد هاي دقيقة 44 هايل لكن تضرب بالقائم القائم الأيمن رمية تماس خلاص أعتقد راح يعلن نعم هنا يعلن حكم المباراة حمد بجروة بانتهاء شوط أول جميل الحقيقة ما بين غطمي الكرة الكويتية القادسية بضيافة العربي اليوم هنا على استاد صباح السالم بالنادي العربي بمنطقة المنصورية سامعين تشجيع جمهور العربي لأنه قدم مستوى طيب الحقيقة مع زميل القادسية لكن كل الحديث وكل النقاط الموجودة في المباراة والشوط الأول تجدونها مع محمد بقريص وضيوف الأعزاء صالح العصفور عبيد الشمري دكتور عبيد الشمري و بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي يا نساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أجمل تحية مني محدثكم حامد كميل يسعدني أن أكون معكم وهذا اللقاء الكروي قطبي الكرة الكويتية اليوم في ختام الجولة الثالثة لدوري أندية الدرجة الممتازة شوط أول ينتهي حبايب ما بين الأخضر والأصفر هنا على أساس صباح سالم النادي العربي والشكر لزملاء داخل الاستديو زميل محمد بقريص
وضيوف الاعزاء كابتن صالح العصفور والدكتور عبيد الشمري. شوط اول كان فيه الافضليه للعربي، لكن ما فيها كره قدم افضليه، فيها من يسجل هو من يحصد النقاط، وخاصه الدوري يحتاج الى نقاط ويحتاج الى نفس طويل، ولذلك التعادل كان قائم بين الفريقين. حكم المباراه يعلن عن بدايه الشوط الثاني حمد مجروى، والان القادسيه على يسار المنصه الرئيسيه في استاد صباح السالم بالنادي العربي، والاخضر العربي على يمين المنصه الرئيسيه. اذا كره ملعوبه والمحاوله تبدا، صاحب يحاول يمر صافره مع خطا على عبد الله الشمالي، مع تنبيه من حكم المباراه، وايضا بيعتذر مساعد يسقط ويقوم بالسلامة. هذا حكم المباراة حمد مجروى. على فكرة المباراة نذكر التحكيم، نذكر أيضا أن هناك دورة تحكيم ستبدأ في تاريخ 17 لغاية 17/10 في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ونتمنى من اللاعبين اللي اعتزلوا أو اللي ابتعدوا من الأندية لظرف ما أن يكونوا هم أولا في المجال التحكيمي وفي الرياضة الكويتية، لأن أكيد لما يجي لاعب عنده خبرة وعنده فكرة عامة عن كرة القدم والمباريات غير عن واحد جاي أول مرة أكيد. وهذه كرة ملعوبة بالدعوة عامة إن شاء الله بالتسجيل بالاتحاد الكويتي لكرة القدم هناك عند لجنة الحكام. علي مرصيد يلعب كرة، أول دقيقة ركنية، أول دقيقة ركنية، وأول أربع دقائق كانت ركنية للعربي، الآن هذه الركنية طبعا الثالثة والأولى في الشوط الثاني مع أول دقيقة. ننسى الشوط الأول ونلعب بالشوط الثاني. علي مرصيد ويشيلها، برافو، كرة خطيرة كانت. أوه يا خطأ، لا المرة الثانية حاول فيها عبد القادر فار. دقيقة، إمكانيات عالية لهذا اللاعب، يعني لعب للمغرب الفاسي ولعب لدياراب داكار السنغالي، ولاعب يعني عنده صناعة اللعب وعنده تسجيل أيضا الأهداف، والدليل أنه لعب كورتين اثنين كانوا أيضا على مرمى شوية تأخر فيها طبعا حمد بجروة، لكن الراية كانت مقطوعة واضحة من عبد الله مراد. من عبد الله مراد، يعني ترى الحكم مثلك أنت المشاهد تندمج مع اللعبة، تقول لفريقك اللي يشجع العربي يستانس مع الهجمة حتى الأوف سايد، وأنت عكس صحيح حتى القادسية، ولذلك هو اندمج مع اللعبة، لكن طبعا لابد أنه يطالع يمين أو يسار للحكم المساعد الأول أو الثاني. لكن كيف موفق الحقيقة في شوط المباراة الأول، ودار على الراية واضحة. شكرا للإخوان المصورين، وشكرا للإعادة اللي توضح كل شيء، وأيضا مخرجنا حسين أبو مجدان. طويلة وأمامية ناحية السوم، طلال نايف حصلها بعد ما رجعها السوملة. طلال نايف يتقدم ويلعب على اليمين لمحمد فريح، فريح وعامر المحتوم، فريح بيمر من الأول، حاول من الثاني ويقول لها كيتا خطر الكرة، صرخة الجمهور العربي، داريو لعبها في اليسار، داريو من صفارة، لأن محمد فريح على الأرض، فيقول له خلاص لا تكلمني، كيتا يقول لا تكلم، سلامة اللاعب يقول أهم شيء عندي من الكرة، ووجد أن يعني اللاعب محمد فريح على الأرض سلامات، طبعا تصادم عادي ما اعتبره خطا على كيتا، لكن لما شاف انه ما قدر يقوم، شوف اللعبه وشوف التدخل من كيتا، واضح تدخل، لكن حكم ما اعطى فاول، اعتبرها عاديه، سقوط محمد فريح الدولي في النادي العربي، واخيرا يوقف اللاعب حمد مجروى بصافرته لسلامه لاعب النادي العربي. شوف واضحه، ودائما نترك هذا الشيء للاخوان المحللين او القضاة دائما في القناة الرياضية الكويتية. وماو يعني قاسم حمزة وايضا منصور ابول في دائما يشوفون الاخطاء والهذه الشيء الصح والخطا ويوجهونها للحكام، ولا لهم شغل في هذا الحكم او هذا الحكم، لا هم بيعطون اللي عندهم الرؤية ويعطون اللي شافوه حتى يستفيد الحكم من اخطائه، وايضا الاخر يستفيد من اخطاء الاخر. هنا ارادان الكرواتي
عدان يبحث عن شيء. واحد عباس قاف. نعم طلع على ارضية الملعب ويرجعونها العربي للغازي. بيروح رياضية. احنا ما نريد كل كرة تكون مترجحة الفاول حتى تموتون. لا نبي بنفس الشوط الاول. شوط اول يعني كان سريع حتى فترة الوقت بدل ضاع كانت دقيقة. دليل على انه في لعب كان في الشوط الاول. ما نبي لعب سلبي. يسقط اللاعب اطلعها برا روح رياضية. لا الامور اللي فعلا تستحق احنا معاها. ابدا ما نقاطع عليها. ملعوبة. هايل. اللي جرح القائم الايمن في الشوط الاول لمرمى القادسية. وهنا عبد العزيز سليمي. سليمي. هايل. هايل ومعه محمد راشد. احمد هايل الاردني. محمد راشد الدولي. محمد راشد الفضلي بيحاول ما يعطي فرصة. هاي الكرة معاه. بيسقط كرة. لكن مساعد يشيلها من امام كيتا. توصل لطلال نايف. علي مقصيد. مقصيد بيجرب نفسه عالية وبعيدة. بيجرب نفسه من مسافة بعيدة. لكنها برا الملعب الى ضربة مرمى. ست دقائق اولى. ست دقائق اولى من شوط المباراة الثاني. تعادل ايضا لا يزال سلبي. هل يكون التعادل الثالث للعربي والاول للغاتسية ام يكون هناك كلام اخر للاعبين داخل ارضية الملعب؟ صافرة والخطأ. عبد العزيز سليمي خطأ مع عمر السومة. العربي بدأ بجمهوره يشجع لأنه شاف خمس لاعبين راح يروحون للإحماء أو ست لاعبين بيجهزهم الآن روماو. القادسية مجهز عبد العزيز اثنين ثلاثة أيضا خمسة. رد عليه بنفس الشيء. تسخين خلف المرمى للقادسية والآن العربي. إذن الخطأ الآن. خطأ محمد راشد. خطأ لنادي الغاتسية. أكبر طبعا يبعد البدلاء أو اللي قاعد يسخنون خلف المرمى. أبعدهم طبعا حمد بجروة. إذن بدر يلعبها ويشيلها. أحمد هايل. بدر شيل كرة أو يلعب له كرة. شالها أحمد هايل. وهذه كرة من نواف المطيري ملعوبة رأسية خارج الملعب الى اول ركنية. اول ركنية تصور لنادي الغاتسية في الشوط الثاني. الشوط الاول ما حصلوا على ركنية دليل على ان هذا اللاعب كان وحيدا ما بين الاربع مدافعين. الان الركنية الاولى للغاتسية. تقاء والكرة برا الملعب الى ركنية اولى مع دقيقة ثمانية من شوط المباراة الثاني. العوبة فيها صافرة وفيها خطأ. سقوط اثنين من لاعبي الغاتسية على الارض. ساعد ومع احمد عبد الغفور ويقوم بالسلامة. هناك ايضا يبدو كيتا على ارضية الملعب. كيتا خذ له واحدة. مساعد زميلة يقول من عليه الخطأ. مصدوم مساعد. دكتور عبد الله فريح شاهد إصابة كيتا. والحكم أيضا يطلب السيارة الداخلية في استاد صباح السالم بالنادي العربي. ياخذ له ماي حمد بجروة. حال حال اللاعبين يعني شنو هو حكم بعد يركض أكثر منهم. يركض أكثر منهم داخل أرضية الملعب. سلامة إن شاء الله لكيتا لاعب الحقيقة المميز في الوسط. وهنا صورة لجماهير العرباوية. جماهير العرباوية المشعان. ويبدو أيضا مويبي. يبدو أيضا يوسف المويبي. يجهزهم الآن. نعم بيكلم أيضا مع رادان. جمهور الغاتسية جمهور العربي. هذه مباراة أخرى فوق في المدرج بالشيلات والصيحات والأغاني. وإن شاء الله دائما أغاني وأفراح لجماهير العربي والغاتسية وجماهير أنديتنا الكويتية.
لكن أقول لا تنسون نادي الكويت يا جماهير العربي والغاتسية العميد في مهمة أمام شقيقة الاتفاق السعودي في النصف نهائي لكأس الاتحاد الأسيوي. نبيكم كلكم جماهير 14 نادي إيد واحدة لما يكون التمثيل لأنديتنا خارج الوطن. ملعوبة عبد الغادر فريح محمد فريح استلم كرة يلعب لها واحدة للموسوي. أيضا الموسوي غايب ما هو نفس مستواه أمام مثل غياب نقول السومة اللي ما توصل له كرة، لكن العربي لا قاعد يوصلون الوسط. هنا داريو بدر وخطأ مع علي مقصي بيقوم بالسلامة. والآن التونسي يوسف المويهبي. إذن احنا توقعنا ان هو يعني داريو اللي قادر، لان ليش عندك عمر السومة وعندك ايضا كيتا في ارضية الملعب، فلا بد من الثالث يضحي في واحد. اذا ضحى الان في داريو والبديل يوسف المويهبي التونسي. مويهبي الى ارضية الملعب. يعني في اول 11 دقيقة تبديل يأتي في اول 11 دقيقة. إذن الإذاعة الداخلية في النادي العربي اليوم الحقيقة والعلاقات العامة ورئيسها الأستاذ خالد الخشاوي يقدمون شيء طيب الحقيقة لنا كإعلاميين، عفوا حامد الخشاوي، ويعني حتى تشكيلة نشوف اللعبة هذه وبعدين نتكلم وكيتا يشيلها ولا زالت للعربي والمحاولة الشمالي ترجع ليه يوسف. يوسف مع أول استلام للكرة يتقدم على يسار نواف يتقدم عنده لياقة عنده سرعته لأنه توه نازل بيلعبها له وخطيرة الغاتسية ممكن تلعب في مكان خطير تنحط. عاد أنت تدور على هالفرص يا عمر السومة. شوط أول ما يتلك ولا كرة، يتلك الكرة هذه في الدقيقة 12 من يوسف المويهبي البديل، صنعها صح لكن ضيعها السوري أمام الستة ياردة عالية بالسماء فوق برا الملعب ضربة مرمى. أول فرصة الغاتسية أول فرصة وهذه خطيرة وتمرمن عمر السومة مرة أخرى. إذن فرصة في أول 12 دقيقة من الشوط الثاني. عمر السومة فوق العارضة وأنا صافره والخطأ وأتكلم كنت الحقيقة على رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام حامد الخشاوي إن طابع الحقيقة كشف الفريقين نادي الغاتسية والنادي العربي وحط الألوان وحط الأسماء وحط البدلاء وحط الإداريين. شكرا لك على هذه البادرة واتمنى الأندية كلها تعمل بهذه الصورة بدل ما المعلق يروح يبحث عن مشرف الفريق الفلاني والفريق الفلاني هو داخل الغرفة، لا هناك مثلا منسق إعلامي أو العلاقات العامة بالأندية تحذو إن شاء الله الأخ حامد الخشاوي ولجنة العلاقات العامة بالنادي العربي. سيد محمد عدنان أيضا قوية لكن هالمرة في محمد راشد إيش ناوي عليه سيد محمد عدنان؟ أسقط مساعة ندى وأسقط الآن محمد راشد اللي قام وشال صوابه ولكن لا زالت الكرة قوية وواضح محمد راشد داخل أرضية الملعب. مرعكوته عامر وين يا عامر؟ تنقطع فريح حصلها محمد فريح. فرصة الغاتسية جعلت شوية في المباراة أكيد تاخذ حلاوة أخرى. فرصة يا عمر السومة وراها فرصة أخرى. موسوي حاول يمر ضاري سعيد بيشيلها ويبعدها رمية تماس. عبد العزيز سليمي ربع ساعة شوط ثاني من المباراة قطبي الكرة الكويتية والتعادل 0-0 حبايب 0-0 حبايب. لعب انصاري يقول له قوم. عبد القادر سقط على الارض بدر مطوع
عبد العزيز السليمي يقطعها بيمر يسلم لطلال نايف. طلال شمالي، طلال نايف، احمد هايل، خطا على احمد هايل وهو راجع يقول انت الخطا عليك. على العموم ملعوبه في اليسار، يوسف المهبي، المهبي اشعلهم يعني بدا هناك في جهه اليسار مع نواف المطيري، لاعب سريع وخطير دولي المعروف الحقيقه، وبيحاول يحاول انه يقدم في اي كره من جهه اليسار او اليمين حتى يعني يعطي شيء لفريقه بالتاكيد. تلعب نواف، طير على اليسار الانصاري، لعبها وتضرب يوسف المهبي مره ثانيه، حصلها حصلها، لكن شوف مو ما ما بال لاعب لعبها لنواف ورجعوا شويه الغاتيه ورا، لكن اللعب طبعا في ملعب العربي اكيد، وهذه محاوله خطيره ممكن تلعب عرضيه عاليه، ولكن اغرب لي خالد الرشيدي. الرشيدي بيرسل كرة ناحية أحمد هايل الأردني، أحمد هايل معاه مساعد ندى، عنده مهارة ممكن يمر، ممكن يمر، مر مر مر، لكن بإيده وأنا شايفها صفر معاي حكم مباراة. إيده نعم لمسة يد، وبكلمة يقول هذه اللعبة اللي احتجوا عليها العربي على أنه يبون خطأ اللي عبد القادر فال، وهذا الخطأ اللي على أحمد هايل. مخرج بيعطيك لقطتين واحده في عكس الثانيه تبدو. حسين بومجداد، اللعبه الغاتسيه، بدر الصافره والخطا على محمد فريح مع نواف المطيري، دخول مع نواف نعم او احمد عبد الغفور، عبد الغفور سلامات، بيقوم بالسلامة. طبعا صرخوا جمهور العربي على احمد الفضلي يا ياخذ ماي من الماي اللي حاطينه للاعبين النادي العربي، لانه هو الاقرب له ما عنده ماي، يحق عليهم ما يعطونك يا خالد الفضلي اللي كنت حقيقه نجم في الشوط الاول مع فريقك بغياب نواف الخالدي بسبب الطرد، واكرر الطرد عشان يتذكر الطرد، شوف وين قعده برا التشكيله. بدر يطالع وين، يطالع زاويه ولا يطالع لاعب، طالع له زاويه ولا لاعب، ملعوبه خطيره لكن بايد حارس المرمى الدولي خالد الرشيدي. ملعوبه سريع احمد هايل للموسوي، الموسوي 4-3، الموسوي بيجرب نفسه وبيشوط ويحطه بالجول، جول رايا 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 راية وتسلل، ما دامت الفرحة للعربي، ما دامت الفرحة للعربي، ما دامت الفرحة للعربي. محمد العنزي، محمد العنزي يقول عبد الغادر فول في التسلل لحظة لعب الكرة. نعم نعم نعم، شكرا المخرج، شكرا المصور، شكرا محمد العنزي. اوفسايد اوفسايد، ما فيها كلام، كلام صح، لانه كان هو اثناء التسديده كان قبل اللاعب يعني، والتسلل وكلمه وفعلا تسلل. نعم اذا العنزي، العنزي حكم المباراه الان حمد بجروه، الظاهر يقول لروماو انت دشيت ارضيه الملعب ما التزمت بالمنطقه الفنيه، يبدو انه بيضرب مع الهدف، عاد راح شوي يعني تزيد الى الامور والحساسيه، كان ممكن يتكلم يعني شوف 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 اللعبه واضح لما لعبها وين، هو مسلل كان في مكان التسلل، والحكم صح المساعد، والحكم صح طبعا. روماو فقد يعني التركيز، يمكن وصل للمرمى بدون قصد، الهدف يلغى بداعي التسلل من هذا الحكم المساعد. تسلل تسلل وكان خلف اللاعبين، تسلل اوفسايد وما فيها شيء فعلا، لكن الطرد ياتي الان للمدرب الحقيقه الخلوق، انا والله اعتبره خلوق مدرب،
يعني مدرب راقي جدا. شكرا للمخرج، شكرا لمصورينا. يعني رماو ما عنده مشاكل دائما، يمكن سهى فعلا ولا هذا مو تبرير له، لكن طبعا الحكم رأى شيء أنا يمكن ما رأى، والآن هو برا المدرج، لكن يبغى مدرب كبير وراقي وعالي جدا. واللعبة يعني اللي كانت تسلل تسلل تسلل، تبديل الآن، تبديل إذن ظاري، إذن ظاري، ظاري سعيد، ظاري سعيد هو اللي راح يغادر. والآن عبد العزيز المشعان، عبد العزيز المشعان هو البديل، وكان بديل أيضا يوسف المويبي، والآن عبد العزيز المشعان. إذن تبديل هجومي، سحب مدافع رادان، خلاص عطى سيطرة في الشوط الأول للعربي، الآن هو اللي بدأ في يعني أيضا يضغط على العربي، وأيضا يوسف المويبي شوية حرر، نقول يعني عمر السومة، حرر عمر السومة، محاولة ملعوبة، موسوي يشيلها محمد راشد، والعربي أيضا يفقد هدف بداعي التسلل، قرار أيضا موفق نعتبره لمحمد العنيزي، وكرة برا الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس علي مقصيد، لكن التسديدة قوية كانت فعلا وصادها بقوة أحمد الفضلي المتألق اليوم، أحمد الفضلي يتألق اليوم ويبعد ثلاث كور عن مرمى بصعوبة. ملعوبة ظارية في الجهة اليمين، ظارية في الجهة اليمنى، توقعت أنه به قادر أرضية الملعب. على العموم شوف اللعبة، تدخل أيضا بعد ما طلعت طبعا، والركنية، الركنية، الركنية ملعوبة خطيرة يبعدها الرشيدي، خطأ وصافرة. إذن انتقل الآن ضارش في الجهة اليمنى، وعامر المحتوق هو اللي قادر، عامر المحتوق، أنا كنت أقول يعني ضاري، لأن ضاري جاي على طول صوبنا، لكن هو جاي في الجهة اليمنى ضاري. على العموم نواف المطيري صار هو في الجهة اليسرى كمدافع أيسر، حتى يستفيد منه بنظام يعني علي مقصيد إذا لعب في هذا المكان أيضا. وتبديل هجومي للقادسية، كرة ملعوبة ناحية علي مقصيد، وضاري اللي انتقل من اليسار جاء هنا في اليمين، والركنية الآن، ركنية واصل معها علي مقصيد للنهاية، كسب منها ركنية الآن، هي الركنية الرابعة للنادي العربي في الدقيقة 23، في الدقيقة 23. علي مقصيد، لعبها علي مقصيد، المحاولة الرأسية محمد سيد محمد عدنان، لكن توصل بدر مطوع، مطوع قبل ما تطلع يرسل أمامية راية وتسلل، تسلل الراية والتسلل صاحين ما شاء الله حتى الآن. عبد الله مراد، محمد العنيزي وحكم مباراة، برافو، وإن شاء الله تستمرون على يعني أنكم كذي بهالصورة، وأكيد الجمهور اللي يقطعها الآن ينفعل مع اللعبة لما يشوفها بعدين يقول الحكام صح بعدين، لأنه ما عندهم إعادة بالبطيء، ولذلك هم ينفعلون مع اللعبة سواء الجهاز الإداري والفني في العربي أو في القادسية، لكن بعد المباراة أكيد ويشوفونها راح يقولون مشكورين للحكام، وإن شاء الله يستمرون الجميع بهذا التعاون لاعبين وطاقم تحكيم. ملعوبة أحمد هايل، كيتا في الوسط، هايل معاه، والخطأ على أحمد هايل، لعبها على طول كيتا، يقول له وقف الكرة رجعها وراء من حدوث الخطأ. 24 دقيقة هنا التسلل، نعم واضح أيضا، واضح واضح، وراية عبد الله مراد صح كما كانت الراية لمحمد العنيزي في تسجيل العربي هدفه والتسلل الواضح. نواف المطيري،
نواف اللي أصبح ظهير أيسر مكان زميله عامر المحتوق. تلعب ضاري سعيد جاء في جهة اليمين الآن. كان اليسرى بعدين انتقل اليمين، يعني تبادل ما بينهم. وهنا المحاولة ملعوبة. عبد العزيز سليمي 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 لا الموسوي موسوي بيمر يمر من ضاري موسوي يحاول يرجع مره ثانيه غير رايه لعبها ورا لعلي مقصيد جاي من الخلف علي مقصيد بيجرب نفسه وشايت حلوه حلوه لان علي مقصيد فاضي وياي على راحته ما في يعني لاعب معاه ولذلك يسدد قويه بايد احمد الفضلي ايد احمد الفضلي. العربي سيجري تبديل الاول شايف الحشاش بيجهز نفسه والصافرة حشاش بيجهز نفسه كبديل اول في النص. حشاش اذن هو اللي بديل مكان عبد العزيز السليمي عدى دوره وهذه التسديدة القوية شوف من علي مقصيد حصلها على طول احمد الفضلي. ديل اذن السليمي يغادر ارضية الملعب ومشاركة فهد الحشاش. محمد راشد لكن طبعا ننتظر الكرة لما توقف حتى يكون التبديل. وتكلمت يمكن عن حقيقة ضاري لأنه هو أساسا يلعب جهة اليمين لكن لأنه غيروا الملعب فالملعب قدامي محتير لأن المحتوك كان هو صح يسار والآن اللي انتقل مكانه فقط للتنويه يعني هو نواف المطيري بمشاركة طبعا عبد العزيز المشعان. الآن التبديل للعربي عبد العزيز سليمي يغادر أرضية الملعب. عبد العزيز سليمي الخطأ على احمد هايل مو راضي احمد هايل تلعب عيلة يوسف وهبي عبد العزيز المشعان يغير صح ناحيه بدر مطوع حافظها علي مقصيد يشيلها براسه توصل الانصاري فهد الانصاري يضغط عليه هايل ترجع مره ثانيه لضاري سلمه كره في الدائره تماما لمساعد اللي راح يلعب كره طويله اغرب لسيد محمد عدنان البحريني توصل طلال نايف طلال طلال ارضيه فهد حشاش يبعدها من امامه الانصاري خارج الملعب رمية تماس بيغش الحكم الانصاري بيروح ياخذ الكرة وهو اللي مطلعها ممكن تصير يعني متأكدين هذا التبديل طبعا حشاش لأرضية الملعب وعبد العزيز السليمي مشكور ادى الدور اللي عليه والان دور على الحشاش موسوي طاح الانصاري كيتا عمر السومة عمر السومة عمر لبدر وهجمة ممكن تكون خطيرة للغاتسية جهة اليمين بدر بيحاول يمر غير رايه محمد عدنان مع سيد محمد عدنان وهذه كرة ملعوبة تنحط بالراس راي والصافرة والخطأ الصافرة والخطأ اللعبة يقول له رجعها والعبها على الأرض وحالات الكرة انها تمشي حتى لا اللعب يموت يعني بالصافرة والحكم دائما اللي ما يصفر معناها المباراة ماشية معها حلوة يا حمد بجروة. موسوي لعلي مقصيد احمد هايل 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 ومحمد راشد الفضلي اوه دخول من ضاري ضاري سعيد المدافع الايمن لنادي
قادسية بكرت أصفر الآن دقيقة 29-30 دقيقة 30 انذار دقيقة 30 من الشوط الثاني انذار كان ايضا سبق للقادسية على عمرو المحتوق اللي غادر انذار وطلال نايف في العربي عنده انذار علي مقصيد والموسوي اقرب الى الكرة الان علي مقصيد والموسوي من اللي بيلعبها حكم مباراة يكلم اللاعبين داخل منطقة الـ18 محمد بوجروة مقصيد يلعبها وشيلها يبعدها عمر السومة اللي اصبح مدافع في اللحظة واللقطة الماضية ضاري يحصل على انذار الموسوي مع ضاري سعيد علي مقصيد ما طلعت والكرة تبقى عن طلال نايف طلال بيعلي طلال واحمد الفضلي احمد الفضلي بيحصلها تلعب يوسف المهبي يحاول اللاعب اللي لعب لثلاث قارات